ولمناقشة ملف الانتخابات الأمريكية وآخر التطورات هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الدكتور صفي الدين حامد، رئيس المركز مركز العلاقات المصرية الأمريكية. أهلا بكم معنا دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المشاهدين وأشكركم على الاستضافة. أهلا بكم. أقل من 100 يوم على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يقال عنها أنها مصيرية، لا سيما بعد موافقة ترامب رسميا على الترشيح عن الحزب الجمهوري لفترة رئاسية ثانية. هل تمثل هذه الانتخابات فعلا مصير الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا شك، الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة هذه المرة في مفترق طرق. أولا بسبب الوباء البانديميك الكورونا فيروس، الحقيقة إلى حد كبير أصاب كل العالم في مقتل، وإلى حد كبير أمريكا جزء من العالم، فطبعا الاقتصاد إلى حد كبير أضير، وكمية البطالة زادت بشكل غير عادي، وهذا لم يتعرض عليه الأمريكيون من قبل. دي أول شيء. ثانيا، ما لم يأتي على أمريكا من قبل يعني شخص يتولى الرئاسة بمواصفات ترامب الحقيقة، يعني هذه الأخلاقيات يعني المنحطة إلى حد كبير الحقيقة، وأنا يعني آسف إن أنا بقول هذا، وإلى حد كبير إن هو ليس متمرس في السياسة، وعنده يعني أنا في رأيي عقد نفسية من الرئيس اللي قبله الرئيس أوباما، وجايز يكون فيها جزء من العنصرية، لكن هو الراجل يعني بيحاول يمسح كل إنجازات أوباما اللي حققها، مثل العلاج الـ يعني التأمين الصحي للفقراء بيحاول ان هو يدمره، المعاهدة مع إيران اللي هي كانت ثبتت إيران لسنين طويلة بحيث انها لا تتقدم خطوة في وان يبقى تحت رقابة صارمة من العالم كله، برضو راح دمرها، والى اشعال الفتنة حتى في وسط المجتمع الامريكي، بحيث انه يعني من اول لحظة يجيء ويحاول انه يتهجم على العالم الإسلامي والدول الإسلامية، بالرغم من أن يعني المسلمين في أمريكا حجمهم فوق 7 مليون ولهم قوة، يعني مش يعني ليسوا كم لا يستهان به، وإلى جانب طبعا تحرشه بالعنصر الأفريقي الأسود، يعني الأمريكيين السود والأمريكيين اللاتينيين الأصل، كل هؤلاء أصبحوا يعني إلى حد كبير ينظروا إلى هذا الرجل بنظرة عدوانية للأسف، بحيث إن هم لا يمكن يفكروا نعم إن هم يرشحوه أو يوافقوا عليه. طيب، تزامن الانتخابات مع تظاهرات جديدة في بعض المدن والولايات، هل ستجعل أو ترجح كفة المرشح الديمقراطي جو بايدن؟ لا شك، يعني ما أعتقدش أن في مسلم في أمريكا عاقل ومتزن سيذهب إلى الاقتراع ويصوت، ما أعتقدش أن في أسود يعني حتى إذا كان يبقى 1% يعني أو لاتيني، لأن هذا الرجل يعني تفوه بألفاظ الحقيقة صعبة جدا على ضد هؤلاء الأقليات كلها. وبعدين أنت هم أقليات، لكن يعني لما تجمعهم مع بعض، يعني قلنا 7 مليون مسلم، وبعدين فوق يعني تقريبا 15% من المجتمع الأمريكي هم من السود الأمريكيين، وبعدين أكبر منهم كمان حوالي 19%، لكن ماذا يمثلون بالنسبة للكتلة الانتخابية دكتور؟ كم نسبتهم يعني المسلمون مع ما انا بقول لك اللاتينيين مع الافريقيين بيزيدوا عن ال 30 35%، اذا اضفت عليهم المسلمين، فدي ده غير يعني بدون الكلام حتى عن البيض اللي هم اصلا
موالين للحزب الديمقراطي، إلى جانب أن كل يعني هو فشل في كل شيء الحقيقة، يعني نعم فشل. وطبعا جات الوباء زود الطين بلة، لأنه يعني إلى حد كبير ضعضع الاقتصاد الأمريكي. لكن هو فشل في سياساته مع الصين، فشل في سياساته مع أوروبا، يعني الحقيقة أثار عدوانيات، فشل في سياسته مع حتى جيرانه كندا، وهي من الأهمية الشديدة لأمريكا طبعا، والمكسيك. كل هؤلاء أصبحوا في يعني في حالة من التحرش من هذا الرجل. فأنا أعتقد هل تبدو دكتور الوعود التي أطلقها ترامب واقعية، وهل هي مقنعة أيضا بالنسبة للجمهور المنتخب الأمريكي؟ يعني أطلق وعودا كثيرة ربما تتناسب مع طبيعة الجمهور الذي هي يسعى للوصول مقنعة إليه. تماما، هي مقنعة تماما لجمهور ترامب اللي هو بدأ بيهم وانتهى بيهم، اللي هم اللي احنا بنسميهم الايفانجليست، المسيحيين الأصوليين المتعصبين، وهم يزيدوا عن 30% تقريبا بيصوتوا ككتلة واحدة، أكثرهم في ولايات الجنوب، ودول لا يتأثروا لأن هم لا يفهموا أي شيء إلا إن إحنا نريد إن، ولذلك هو قدم لهم القدس لأنه بهذا بيتوج الحلم بتاعهم، الحلم العودة، عودة اليهود بكاملهم إلى الأرض الميعاد، لأن في هذا الحال، في هذا الحال سيعود المسيح وهم يفرحوا ويحتفلوا. هذه هي قناعتهم يعني. نعم فهو اما باقي الشعب الامريكي، هو يعني شعب برضه متعلم، لا يخيل عليه انه مثلا يتكلم عن جو بايدن انه هو يساري. كيف يعني؟ هذا الرجل يعني جاء من اصول ايرلنديه طبعا، ودول يعتبروا كور يعني او عنصر مهم في الخليط الامريكي، اللي هم من اصول ايرلنديه، وراجل عاش خدم يعني في الجيش الامريكي، وخدم كسيناتور، كان اصغر عضو مجلس شيوخ، وخدم كنائب لرئيس الجمهوريه، له باع فوق ال 45 سنه او 50 سنه. وطبعا لا احد يصدق ان هذا الرجل يعني بالكيفيه ان هو يحول البلد الى اشتراكيه، ده عبث يعني. لكن فالرئيس ترامب يعني هو ممثل، لكن للأسف ممثل بيبالغ، وده بان في المؤتمر. لو نقارن بين مؤتمر الحزب الديمقراطي ومؤتمر الحزب الجمهوري، ومن تكلم في هذا المؤتمر خلال الأربع أيام، ومن تكلم في خلال الأربع أيام هنا، أنت بتلاقي في المؤتمر بتاع الحزب الجمهوري، أنا ما أسموش حتى الحزب الجمهوري، أنا أسميه الحزب الترامبي، لأنه يعني جاب زوجته تتكلم، وابنه تاني، وبنته التانية، نعم، وبعدين من طيب يعمل معه غير بايدن يعني. هل هناك استطلاعات رأيت تتحدث عن حظوظ هذين المتنافسين، أم أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك؟ والله انا يعني ما اعتقدش ان الوقت مبكر. هو طبعا يعني انا واي شخص يحلل المشهد لا يمكن يقول اي شيء عن كتله الايفنجلست، المجموعه اللي موجوده في الولايات الجنوبيه المحافظه البيضاء المسيحيه اليمينيه المتطرفه، دول سيظلوا معه اللي هم فوق ما بين 30 او 35%. لكن الكلام على كل من بقى، هذه أول مرة يعني، وأنا أعيش في هذه البلاد نصف قرن، أول مرة أرى في مؤتمر لحزب ديمقراطي يحضره ويتكلم فيه ويبايع فيه بعض الجمهوريين ذو الوزن الثقيل، يعني من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يجيئوا على الملأ ويتكلموا في صالح بايدن اللي هو المفروض الغريم لأنه من الحزب الديمقراطي. وتكررت هذه، وهذا لم يحدث من قبل. فهذه أول مرة يعني الحزب الجمهوري بعضه يتخطى كل الحواجز والحدود،
تمام، أشكرك ويحضر حتى في المؤتمر. ده جزيلا، تغير. أشكرك جزيلا دكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.